السكر الأبيض، فالسكر هذا الذي تستعملونه سكر المطبخ الأبيض المعروف الذي يسميه أنا السم أبيض، ففيه ليس هذه اللائحة فقط، فيه 100 سيئة وليس فيه حسنة واحدة. 100، أقول 100، 100 سيئة وليس فيه حسنة واحدة. هذا السكر الأبيض، يعني صنفنا هنا بعض منها، يعني الكونسير عند يعني السرطان عند المرأة، والجاستري كونسير، البيليار، يعني هذوك الطحال والمريء، يعني أشياء كثيرة يعطيها السكر، يسبب فيها تسبب فيها سكر أبيض، على رأسها سرطان.